تبادل للاتهامات بين الشرعية والانتقال بشأن المسؤولية عن فشل اتفاق الرياض. هل يدخل الاتفاق دوامة المد والجزر دون نتيجة على أرض الواقع؟ وهل تتواطأ السعودية مع الطرف المعرقل للاتفاق؟ أهلا بكم. اتهم وزير الخارجية محمد الحضرمي المجلس الانتقالي المدعوم من الإمارات برفض تنفيذ مصفوفة اتفاق الرياض والعمل على إفشاله. وكانت الحكومة في وقت سابق قد اتهمت الانتقالي بالاحتفاظ بالأسلحة المفترض تسليمها للجنة السعودية ونقلها إلى مناطق أخرى خارج عدن. بعد شهرين ونصف من تعثر اتفاق الرياض، لا تبدو المواقف على الأرض مبشرة بأي تغير في ظل استمرار السيطرة الأمنية والعسكرية للانتقال على العاصمة عدن واستمرار الوجود الشكلي لبعض وزراء الحكومة في قصر معاشيق. وقع اتفاق الرياض ووقع بعده اتفاق تنفيذ اتفاق الرياض، لكن تقدما نوعيا لم يحدث على الأرض. حتى تعيين محافظ ومدير أمن عدن لم يتم الاتفاق عليها في ظل أنباء حول رفض الانتقال لأسماء طرحتها الشرعية. إذن مزيد من تفتيت سلطة الشرعية هذه المرة بإخراج سعودي وتنفيذ إماراتي. والعاصمة عدن هي مسرح العمليات، فيما يبدو الخاسر الأكبر هو الشرعية ومن خلفها فكرة الدولة الضامنة لحقوق ومصالح اليمنيين. اتهامات متبادلة بين الحكومة والمجلس الانتقالي بإفشال اتفاق الرياض ومحاولة كل طرف تحميل الآخر مسؤولية التعثر. وزير الخارجية محمد الحضرمي حمل الانتقالي مسؤولية رفض تنفيذ مصفوفة الاتفاق التي تم التوقيع عليها مؤخرا، وقال أن لدى الانتقالي نوايا مبيتة لإفشال الاتفاق. وبالمقابل اتهم الأمين العام للمجلس الانتقالي أحمد لملس الحكومة بالمماطلة في تنفيذ انسحاب الألوية العسكرية في محافظتي أبين وشبوة. تبادل الاتهامات، هذا خلاصته أن تنفيذ اتفاق الرياض عاد إلى نقطة الصفر مجددا، وأن الحديث عن مصفوفات وآليات تنفيذ ليس سوى محاولات لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، ولكن ما الذي لا يزال بالإمكان إنقاذه عمليا؟ تقول المعلومات الميدانية أن الانتقال نقل الأسلحة الثقيلة التي دعمته بها الإمارات وتلك التي نهبها من معسكرات الجيش إلى محافظات خارج عدن بدلا من تسليمها للجان المخصصة التي نصت عليها مصفوفة الاتفاق الأخيرة. تصدر الحكومة بيانات التنديد وتصريحات تحميل المسؤولية، لكن السؤال ما هي الأوراق التي بيد الشرعية اليوم بعد أن أصبحت عدن تحت سيطرة الانتقالي؟ تتكئ الشرعية على شرعيتها القانونية ويتكئ الانتقالي على سلطة الأمر الواقع، فيما تحاول السعودية البقاء على مسافة واحدة من الطرفين، وهي الطرف التي حملها البعض مسؤولية تسليم عدن الانتقالي خلال أحداث أغسطس الماضي. لم يعد خافيا تبني التحالف لسياسات تفتيت اليمن عبر محاولة شرعنة وكلاء محليين وتعظيم مكاسبهم على حساب السلطات الشرعية، وعلى الرغم من كل الشواهد التي تؤكد ذلك لأن الشرعية تصر على المضي وراء الرياض منتظرة الحصول على نتائج أفضل. إنه خيار العاجز يقول البعض، إلا أن آخرين يرونه خيارا انتحاريا يجر الشرعية ذاتها إلى مربع التحلل والنهاية التي ترتسم ملامحها بشكل مأساوي منذ أكثر من 4 أعوام. إذن مشاهدينا الكرام، في هذه الحلقة سيكون معنا الناشط الحقوقي والسياسي عادل الحسني وسينضم معه آخرون خلال هذه الحلقة. بداية مساء الخير أستاذ عادل. مساء النور. أهلا بك أستاذ عادل. الخارجية تتهم الانتقالي بعرقلة اتفاق الرياض بعد شهرين ونصف منذ إعلان هذا الاتفاق. يبدو أننا نعود لنقطة الصفر، كيف تعلق؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا الشرعية أخذت على عاتقها يعني مسؤولية وحملت يعني أوزار في هذا الاتفاق، وقدمت تنازلات كبيرة جدا، يعني هم من باب حقن الدماء، من باب يعني لم الشمل، من باب تفويت الفرصة، من باب تصويب البندقية الحوثي، يعني حسب قناعات ولدت لديهم أو السعودية أو عزت إليهم ذلك. لكنهم يتفاجؤوا كل يوم ان هناك يعني الطلب منهم تقديم تنازلات اكثر، حتى المصفوفه التي اعلن عنها مؤخرا
وتم الاتفاق فيها مع الأستاذ أحمد عويد بن دغر على أساس يعني تقديم بعض البنود عن بعض أو التنازل حتى عن بعض البنود، مثلا القوة الحرس الرئاسي التي كان مقرر دخولها إلى قصر المعاشير كانت هو اللواء الأول كاملا، هكذا نص اتفاق الرياض، فتم التنازل إلى كتيبة. يعني الشرعية كل يوم تقدم، يعني اصلا كان هناك كثير من الملاحظات على اتفاق الرياض ان الشرعيه قدمت تنازل كبير بموافقه على هذا الاتفاق، ومع ذلك هناك تنازلات اكثر. فيعني كلام وزير الخارجيه الذي خرج اليوم هو يعني طفح الكيل، يعني يقول الى متى، يعني الى حد انهم يقولون ما في سلاح. يعني هل هؤلاء يتعاملوا مع اطفال؟ هل هؤلاء رجال دوله؟ سلاح علني، مدرعات، دبابات، حاملات جند، كواتيش تبتلعها رمال عدن في عشيه وضحاها، هل يعني هؤلاء يدل على ان النوايا غير طيبه وغير صحيحه، والناس قد رصدت السلاح. انا اقول لك الان، امس مكان رصد في بين اللحج وابين في منطقه الرمله في منطقه الحرور، اكتشف معسكر كامل يشرف عليه صالح السيد وعبد اللطيف السيد، جلبت كثير من الاسلحه الى هذاك المكان، ولا زال الضابط الاماراتي يزورهم الى تلك المنطقه، مما يدلك على ان القوم يرتبون لمرحله قادمه، وانهم فقط جعلوا من اتفاق الرياض عباره عن استهلاك وقت. إذن يعني كيف تفسر إخفاق الشرعية في كل هذه الملفات وتقديمها للتنازلات، رغم يفترض بأنها هي الطرف الأقوى بحكم شرعيتها ويعني اعتراف العالم بهذه الشرعية؟ والله تواجدها في الرياض هذا أكبر الأسباب، يعني في ضعفها، أن قرارها لم يعد مكتمل، يعني سيادتها منتقصة. ثانيا الثقة الكاملة التي توليها للرياض وللضمانات التي تعطيها الرياض ايضا تحتاج الى اعاده نظر، يعني في كل المراحل ان الرياض تعطي كلام للشرعيه، بالرغم انها يعني المفروض تكون شقيقه السعوديه وان مصيرنا ومصيرها يكون واحد، لكن حين التنفيذ يعني نرى قعقعه ولا نسمع قعقعه ولا نرى طحنا. نعم. إذن هل هي خطوه برايك لمجرد اطاله هذا الانفلات الحاصل في المناطق المحرره؟ بالنسبه للذي اعد الاتفاق وخطط الاتفاق وهندسه هي الامارات، هي المخابرات الاماراتيه، لان هذه الكتائب وهذه الميليشيات، هذه العصابات التي انشئت في المناطق المحرره هي فكره اماراتيه بحته. السعودية يعني قضت الطرف، السعودية راضية، السعودية مجبرة، السعودية عليها ضغوط، يعني هذا أشياء تحتاج لها إلى تفسيرات أخرى، لكن حقيقة أن هذه الميليشيات هي تتبع الإمارات. لكن الذي ظهر للسطح أن الاتفاق اتفاق الرياض، وأن الجهة التي ملزمة بتنفيذه هي الرياض، وأن القوة التي نزلت إلى عدن هي الرياض، فالرياض في وضع محرج. الطرف الذي هندس الاتفاق هندسه لأهداف وأجنده وبرامج خاصة به، طيب طالما وتنفيذه يعني على الأرض لن يسمح به على المصفوفة والبنود التي والتزمين الذي تم، فهي في مرحلة. نعم. إذا طالما هي من هندست هذا الاتفاق، لما يعرقل الانتقال هذه البنود وهي مهندسة ربما لحمايته والإشراك في عملية سياسية والاعتراف به وما إلى ذلك، لما سيعرقل وهو في صالحه؟ القصة أن 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 يكتب فقط، أن يكتب هذا التقرير أو هذا الاتفاق ويتم التوقيع عليه، ثم على الأرض ستتم المماطلة والتنفيذ الذي رسم له مسبقا في قضية التزمين، في قضية الآلية السياسية قبل الآلية العسكرية. هم اليوم يريدوا أهم شيء عندهم أنهم تسقط الحكومة الموجودة، يخرجوا جناح الصغور الموجودين في الشرعيه مثل المهيجري، مثل الجبواني، مثل بن عدي، ومثل مشعل الى اخر مشعل الكاظمي، قيادات امنيه سيتم تغييرها في 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 تشكيل الحكومه الجديده، وادخالهم في الشرعيه بحيث تخرج عنهم صفه الميليشيات والعصابات التي اصبح العالم كله يدينهم بها، فيدخلون في بطن الشرعيه ويصيرون يتكلمون باسم الشرعية. لكن الأمور الأخرى التي رسمت في اتفاق الرياض وهي ليست في صالحهم لم يطبقوا ولم ينفذوا منها شيء، لا سلموا السلاح ولا دمجوا الميليشيات في وزارة الدفاع ووزارة الداخلية، حتى هذا الشهر المرتبات التي صرفت لهم، صرف للجندي التابع للقوات الشرعية الرسمية 60,000 ريال، وصرف للجندي الذي هو في قوات الحزام الأمني وفي النخبة 150,000
ريال يمني باعتبارهم غيروا قضية الصرف من السعودي إلى العملة اليمنية حتى هذا جزء من المحافظة على العملة اليمنية. السلاح لم يسلموا السلاح. الانسحاب لم ينسحبوا. يعني قعدت قناة الحدث والوسائل الإعلام الإماراتية والانتقال من أين انسحب؟ لم ينسحب، انسحب من موقع واحد هو نقطة الشيخ سالم تبعد عن زنجبار حوالي 16 إلى 17 كيلو من زنجبار إلى الشيخ سالم، انسحبوا إلى زنجبار عاصمة المحافظة، لا زال معسكر الأمن المركزي، اللواء، معسكر الأمن العام، معسكر النقدة، قصر خنفر، معسكر 7 أكتوبر، كلها لا زالت بيد قوات الانتقال الإماراتي ولم ينسحبوا منها شيء وإنما في الإعلام فقط. كيف تقبل السعودية مثل هذا الدور أستاذ عادل؟ يعني تقول بأن من هندس الاتفاقية الإمارات، من وضعت الخطوط العريضة لهذا الاتفاقية الإمارات، ولكن في الواجهة الإعلامية الرياض هي من وقع الاتفاق فيها، سمي باتفاق الرياض، اللجنة السعودية هي التي ستشرف على تنفيذ هذا الاتفاق، السعودية هي واجهة كل هذا الفشل، كيف تقبل هذا الدور؟ والله ليس الفشل الأول ولا الأخير سيكون للسعودية لليمن، لأنها للأسف لم تكن صادقة مع اليمن. لو أنها صادقة معنا مثل ما صدقنا نحن معها كان فوتنا، قد نجحنا وقد أقمنا الدولة وكنا خير جار لهم، لكن هم يريدوا بلد ضعيف، بلد تابع. فمنذ توقيع المبادرة الخليجية على آليتها التنفيذية، أين أعلنت المبادرة الخليجية؟ أليس التوقيع كان في الرياض؟ من الذي أعلن عاصفة الحزم؟ أليس السفير السعودي هو من أعلن عاصفة الحزم؟ إذن مبادرة الخليج سعودية، عاصفة الحزم سعودية، اليوم اتفاق الرياض سعودي، فهو ورقة فشل جديدة فقط تضاف للمملكة العربية السعودية. وأنا لا أستبعد، وستتذكرين كلامي، أن يأتي اتفاق الرياض 2 وربما اتفاق الرياض على أنقاض الاتفاقات السابقة التي وقعت ولم يطبق منها ولم ينفذ منها شيء، لأنها لا توجد جدية ومصداقية. لا توجد جدية ولا مصداقية من السعودية، من السعودية، من الأطراف الضامنة. القوة التي نزلت إلى عدن، القوة السعودية قادرة أن تفرض بقوة اتفاق الرياض وأن تنزع السلاح نزع، وأن تأتي بقوة اللواء الأول إلى نعم ذلك جيدا. يعني ربما ما حدث في يناير 2018 كان خير دليل حينما أحجمت القوات عن الحزام الأمني عن دخول معاشيق، يعني كان السعودية هي من أوقفت ذلك حينما أرادت. بالضبط، يعني السعودية يعني هذا الانتقالي لا يعتبر السعودي خصم. إلى الآن تصريحات الانتقالي أنهم يعني لا يعتبرون السعودي خصم. نعم. يعني أنا لو أن الشرعية هي من طالبت الانتقالي يسلم السلاح للدولة، معناه هذا هو الصح، أنك تكون ترجع إلى الدولة، تكون في حضن الدولة، السلاح يسلم إلى الدولة، تكون ضمن حزب سياسي في أطار الدولة، تتخلى من كونك ميليشيات إلى جهات رسمية في وزارة الدفاع ووزارة الداخلية، هذا هو. لكن مع هذا الناس اليوم تطالبك أنك تنفذ فقط الذي التزمت به للمملكة العربية السعودية الذي تعتبرها صديق. لم يسلموا السلاح للمملكة العربية السعودية. تصوري اللواء كامل يسلموا فيه دبابة عاطلة تقوم دفع، واللواء الثاني يسلموا فيه حميضة الذي هي مدرعة عاطلة، واللواء الثالث يجدوا فيه دشكة. وين 400 مدرعة حسمت المعركة في عدن؟ وين الدبابات التي في لواء حديد الذي نحن نعرفها كم متروس فيه دبابات؟ وين قلبي انها انسحبت لجبهة الضالع. أنا النكتة وهنا المسرحية. هل سيسمحوا للجنة أن تذهب إلى الضالع لتقرد هذا السلاح؟ فلتذهب اللجنة ولتقرد السلاح الذي كان موجود في عدن، وإذا هو موجود في الضالع يا حي وسهلا. هذا كلام غير صحيح وغير، هو مخبأ في الحسيني، في الرملة، في الحرور بين عدن ولحج، بل في مناطق في عدن في جزيرة العمال. طالما هي أماكن معروفة لما لم تذهب اللجنة للبحث هناك؟ لا تريد أو أنها منعت، إما أنها لا تريد هي نفسها. لما لا تطرح الشرعية ذلك إذن؟ ماذا؟ الشرعية لما لا تطرح ذلك على اللجنة؟ وزير الخارجية اليوم صرح، يعني رجل مثل الدولة يقول الانتقالي لم يسلم السلاح، وكرروا هذا كثيرا يعني، وكلموا السعوديين، اللجنة يعني كلمت السعوديين. أحد أعضاء اللجنة كان الأخ أمجد خالد، وفرضوا الانتقالي إنه غير مسموح به لزيارة المعسكرات، لأن ابن عدن وأكثر شخص يعرف أماكن السلاح هو أمجد خالد. قيل له أن لم يسمح الأمجد خالد أن يستمر في اللجنة وأخرجوه. أمجد خالد اليوم غير موجود في اللجنة وغير موجود في اليمن. ربما يعيدوا في المرحلة القادمة، لكن إلى هذه الساعة التي أنا أحدثك فيها يمتنع الضباط الإماراتيين والانتقاليين منعوا الأخ أمجد خالد من النزول مع اللجنة ومن النزول للمعسكرات.
برأيك يعني كيف تقبل الشرعية كل هذا الارتهان؟ يعني ما تقول معطيات اللحظة أنها فاقدة لقرارها العسكري، فاقدة لقرارها السياسي، السعودية تماطل أو يعني تفشل في كل مرة تدخل فيها بالموضوع برغبتها أو بعدم رغبتها، يعني كيف يمكن أن نجد مخرجا من هذا المأزق ونحن لا نمتلك يعني أو نمتلك شرعية تائهة لا تمتلك قرارها؟ شرعية كيف تقبل بدولة معادية؟ دولة تضربك بالطيران، هل حصل؟ أنا أريد أي أحد في الدنيا يسمي لي أنك تستعين بدولة تقصفك بالطيران، تستعين بدولة تمنع رئيس الجمهورية أن ينزل إلى مطار عدن، تستعين بدولة تمنع تصدير النفط، من الذي يمنع تصدير النفط اليوم؟ هي خطوة واحدة فقط، إذا سمح للدولة الحكومة للمجيء إلى عدن وسمح بتصدير النفط، لا نريد من التحالف طيران ولا إمداد ولا مال ولا سلاح، يسمحوا لغاز مأرب فقط، تنسحب القوات الإماراتية من مصفات الغاز توتال في بلحاف ويخلو هذا المكان ويخلو ميناء الضبة الذي هو يصدر منه النفط في حضرموت، نفط حضرموت وغاز مأرب 6 أشهر، والله أنا أضمن لك من هذا الاستديو ضمان أننا ننطلق كلنا إلى اليمن ولا نريد تحالف ولا طيران ولا مدرعات ولا، ويسمحوا للدولة أنها تعقد صفقات سلاح، الدولة ممنوعة من عقد صفقات سلاح. يعني لا تسأليني الشرعية لماذا تسمح أنها تأخذ دبابات عيدروس الزبيدي ولا فلان ولا علان، وهي أصلا غير مسموح لها أن تمتلك السلاح أصلا، الشرعية غير مسموح لها أن تعقد أي صفقات معها، لو سمح لها أن تمتلك قرارها ومالها ونفطها وموانئها ومطاراتها وعقدت صفقات سلاح مع الدول التحالف ما نريد منه شيء، لكنها لا أقام دولة ولا يريد لها أن تقام. نعم، إذن اسمح لنا أن نضم معنا الصحفي ياسر اليافعي عبر الهاتف من عدن. مساء الخير أستاذ ياسر. أهلاً، مساء النور. أهلاً بك أستاذ ياسر. وزير الخارجية يتهمكم بعرقلة اتفاق الرياض، ما هو ردكم؟ طبعاً هو مجرد اتهام للتهرب من المسؤولية ومحاولة إفشال الاتفاق. المجلس التغالي اليوم ينفذ كل ما عليه في الاتفاق، والشرعية لم تنفذ. المجلس التغالي يسحب قواته، والشرعية ما زالت تعزز إلى شبوها وتخرج دفعات جديدة وترفض عودة القوات التي انسحبت أو التي غدمت إلى شبوها خلال أحداث أغسطس وسبتمبر. بالتالي هناك طرف داخل الشرعية يعرقل تنفيذ اتفاق الرياض لأنه سيفقد مصالحه، وهذا الطرف يهدف إلى إدخال اليمن ضمن صراع المحاور. وعلى فكرة بس أردت على ضيفك الكريم، الشرعية والحكومة اليمنية كانت تحكم اليمن كلها بموانئها معكرتها وطارتها، ولكن في لحظة طرت وهربت وتركت كل شيء للحوثيين لولا وجود دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية لإنقاذ ما يمكن إنقاذه. وبالتالي أنا أستغرب على حديث يأتي من شخص آخر وفي استديو وفي قناة محترمة مثل هذا يتحدث مثل هذا الكلام. أليس الألم يكون هذه رئيس لكل اليمن في ظل هذه يعني أنتم تتهمون الشرعية بأنها هي من تعرقل، الشرعية تتهمكم بأنهم من تعرقلون، هل لو وضحت لي يعني، وأتمنى عليك الحديث ببطء قليلا حتى أستطيع أن أفهمك ويفهمك السادة المشاهدين، يعني ضع لي نقاط محددة لم تقم الشرعية بتنفيذها. أولا في المرحلة الأولى الشرعية لم تنفذ ما هو مطلوب منها، الانتقال ينفذ وعاد رئيس الوزراء ويتحرك بحماية قوات المجلس الانتقالي في عدن، لكن لم يدفع رواتب الموظفين بشكل كامل، وإلى الآن الخدمات في أسوأ حالاتها في عدن. ننتقل للشق الثاني وهو شق الانسحابات. قوات المجلس الانتقالي انسحبت من كثير من المواقع، مدير أمن أبين عاجل الجبار يمارس مهامه وعاد قواته إلى الجبار تحت أيضا حماية قوات المجلس الانتقالي، وبالتعاون معها اليوم مدينة الجبار باتت يعني تحتضن الكل، الانتقالي وقوات الشرعية تحت قيادة أبو مشعل مدير أمن محافظة أبين. لكن القوات التي غدمت من المعرب في أغسطس ما زالت في العرقوب في أبين، ما زالت في شبوة، ما زالت قوات ميليشيا حزب الإطلاع تحاصر معسكر العالم في شبوة، ما زال بن عدي يستعين بقوات من المعرب. كل ذلك التزام على الشرعيه لم تنفذه، بينما المجلس الانتقالي مستعد للتنفيذ وادخل اللجنه السعوديه واللجنه المكلفه بحظر السلاح الى كل المعسكرات، واعلن ذلك في القنوات وسرب الكشف الى وسائل الاعلام واطلع عليه الجميع، والانتقالي مستعد يسلم كل قواته مثل ما ذكر. لكن اتفاق الرياض يقول بالحرف الواحد
انسحاب القوات التي دخلت الى عرنا ابيض وشبوه فيها قصص وعرفتها المواقع السابقه، ثم تاتي الخطوه الثانيه المجلس الانتقالي يسلم اسلحته الثقيله الى التحالف العربي. هذا الخطوه الاولى التي تم تمديدها من قبل الشرعيه وهي تماطل. قلت لك ان هناك اطراف الشرعيه هي في الاساس تدعم الحوثي ولا تريد انجاز اتفاق اطراف الرياض حتى لا تتوحد الجهود ضد الحوثي. نقول لهم نعم. اذا استاذ ياسر يعني حتى لا ننتقل لنقطه اخرى. نعم دعني أنقل الحديث لضيفي هنا في الاستوديو الأستاذ عادل. استمعت لحديث الأستاذ ياسر. الحكومة برأيه هي من لم تنفذ الاتفاق لا بالانسحابات ولا بالنقاط الأولى التي تحدث بها، حقيقة لم أسمعه جيدا، يعني أكثر من معسكر تم ذكره لم تنسحب منه الحكومة حد قوله، وأيضا توصيف الجيش بأنه جيش الإصلاح وهو جيش وطني نعلم تماما أنه يتبع للحكومة الشرعية. كيف يمكن التعامل مع هكذا نقاط؟ والله الجيش الذي موجود في شغرة ونص اتفاق الرياض على الانسحاب عودة إلى المحافظة عاد إلى مأرب، عاد إلى أماكنه، عاد إلى مأرب. الكتيبة الموجودة ربما الأخ لا يفهم هذا الكلام، الكتيبة المتواجدة في شقرة والمتواجدة في العرغوب هي كتيبة تابعة للواء الأول حرس رئاسي. الذي زار الكتيبة وأشرف عليها اللجنة السعودية، وفيهم موجود مندوب منهم من الانتقالي جلال الربيعي اسمه، مندوب وجردوا أعداد هذه القوة الموجودة. القوة المتواجدة اليوم في شقرة وفي العرغوب أنا أتحداهم يسموا شخص واحد، شخص واحد خارج نطاق اتفاق الرياض الذي نص انه ان اللواء الاول حرس رئاسي يعود الى قصر المعاشيق. القوه الموجوده في 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 العرغوب، لكن منذ تلك الخطوه هم يتم اطلاق حديث بانه جيش اتي من مأرب الاصلاح، جيش الاصلاح هو هذا خارج الاتفاق، وبدات البلبله وربما الاشتباكات التي حدثت بدايه انت تابعتها. كيف يمكن يعني التفاهم بهذا الشكل؟ يعني شخص يرى او جهه ترى بان جيشك الوطني او بعد نزول لجنه بعد يعني متابعه كل الاحداث بانها جيش هو مجرد جيش تابع للاصلاح، كيف يمكن؟ والله هذه النظرات المناطقيه والعنصريه والمريضه نحن لا نؤمن بها ولا نكررها ولا 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 تستحقنا. حتى ابناء المحافظات الجنوبيه ونحن منهم موجودين في الشمال اكثر من ابناء المحافظات الشماليه الموجودين في الجنوب. عدد أبناء المحافظات الشمالية الذي نزلوا مع الجيش الوطني لا يتجاوز 300 شخص. عدد أبناء المحافظات الجنوبية إذا كان الإنسان يتكلم برجوله وشرف وكرامة سحب أبناء المقاتلين. كيف تحداك أنك تقول الكفيل الإماراتي نحن سنسحب من الساحل الغربي؟ كيف يسحبوا المقاتلين الجنوبيين من الساحل الغربي ولا يسحبوا من صعدة ولا من حجة ولا من البقع؟ أكثر من 42 ألف مقاتل من أبناء المحافظات الجنوبية موجودين في الشمال تحت إشراف الدولة الشرعية والجيش الوطني، وموجود ابن يافع وابن الضالع وابن أبين وابن مارب وابن الجوف. ما يوم سمعوا واحد في الجبهات قال له أنت جنوبي جنوبي أو شمالي أو الناس في حالة حرب. لكن هؤلاء الفاضيين هذا الذي تشق لهم الإمارات هذا تبع فلان وهذا تبع منطقة فلان، هذا كلام فاضي، هذا كلام يعني لا يؤبه له ولا الشرفاء في أبناء المحافظات الجنوبية لا يمثلون هؤلاء، هذا أصوات نشاز لا نؤمنها ولا تستحق حتى الرد عليه. إذا أستاذ ياسر دعمتكم الإمارات بالمال والعتاد العسكري للانقلاب على الحكومة، والآن أنتم مطالبون بإعادة هذا السلاح للدولة ولم يتم تسليمه حتى اللحظة، لماذا؟ طبعا السلاح تم دعمه، الامارات دعمت الجميع، دعمت حتى ضيفك الذي يتكلم عندك وقاتل تحت قياداته لفتره طويله قبل ان ينحرف عن مساره، ودعمت كل الاطياف المجلس الانتقالي والحراك الجنوبي والسلفيين، كل الاطياف دعمتها الامارات عندما كنا محاصرين في عدن وكان الحوثي يعمل بعدم. الجميع يعلم ان دعمها مختلف لكم استاذ ياسر، يعني دون مواربات نحن اسمعي نحن نحتفظ ونتشرف بدعم الامارات لان سفكت دماء من جنودنا على ارضنا، لكن ضيفك الكريم لماذا اعتز بدعم تركيا؟ ماذا قدمت لليمن؟ قطر ماذا يعني الى 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 الحد الذي تسلمونه تسلمونها انفسكم ووطنكم وكل ما تملكون؟ لم نسلم انفسنا لاحد، لم نسلم انفسنا احد ولم نسلم مغابنا الارض. القرار بيدها، لا تستطيعون التحرك او التنفس او اتخاذ اي قرار الا اذا وافق الكفيل الاماراتي. الامارات
قادرة عدن وغادرة كل المحافظات الجنوبية، واليوم الأشقاء السعوديين موجودين في عدن وقوات موجودة في عدن، ولا يوجد جندي إماراتي في عدن، وكل هذا مجرد إدخال القضية اليمنية برمتها في صراع المحاور. بعد الكريم ينتمي إلى محور معين وهو يفتخر ويضاهي بهذا المحور، وهو يريد يدخل القضية اليمنية وحتى دماء الشهداء الذين سقطوا في مأرب يريد أن يدخلوا في أيضا في صراع المحاور. وأعتقد هذا اللي يعمل هذا الكلام غير كثير عنده ولا كرامه ولا نخوه ان يتاجر الدماء اهله من اجل ان يلغي محور معين ويستلم اموال مقابل ذلك. نعم، إذا أستاذ ياسر، يعني نعلم تماما ما الذي تصنعه الإمارات في المناطق المحررة، ولكن اسمح لنا أن نضيف. نحن نعلم أكثر منك، الإمارات قدمت الله يهنيكم. اسمعني أستاذ ياسر، عدن وتركت جزيرة سقطرى. نحن نعلم أكثر منك. فالإمارات اليوم الإمارات أخذت هنا عدن معها وأخذت سقطرى معها، هذه كلها مجرد تهريجات بأموال قطر وتركيا يريدون يقربها إلى صراع المحاور. نقول تعالوا واحد لقتال الحوثي، هم يقولون الإمارات. أستاذ ياسر، يعني قليلا من الإنصاف لو سمحت، يعني أنا لم أسمع تقارير عن الإمارات صنعتها المنظمات الأجنبية، صنعتها كثير من القنوات الإعلامية الدولية تحدثت عن تقارير جرائم الإمارات في المناطق المحررة. دعني أستضيف معنا فقط البراء شيبان. اسمح لي أستاذ ياسر، انتوا في قناه الغيس وفي تركيا، من اكس معي غير ما تقولوا قناه الغيس ووديها من الاستخبارات القطريه والتركيه. طيب ايوه، لاننا في تركيا يمكن بتوصل لنا الاخبار بصوره اسرع، يعني انا لا احدثك عن قنوات تركيا، قنوات عالميه الباز فيد والاسوشيت بريس، هل هي الموجود معك؟ طيب اتمنى ان تتحدث بهدوء اقل حتى نستطيع ان نفهمك اكثر. نستضيف معنا عبر الهاتف البراء شيبان عبر سكايب. نعم استاذ ياسر اذا سمحت، ينضم معنا في هذه الحلقه عبر سكايب البراء شيبان المحلل السياسي من لندن. مساء الخير استاذ براء. مساء النور واهلا وسهلا فيك. اهلا بك استاذ براء. بدايه، يعني هناك تعثر واضح لاتفاق الرياض، ووزير الخارجيه الحضرمي حمل المجلس الانتقالي وربما تبعت الاخبار تبعات رفضهم لتنفيذ مقتضيات اتفاق الرياض بموجب المصفوفه المزمنه والمتفق عليها. يعني هل يعني هذا ان الاتفاق في لحظاته الاخيره ربما؟ أنا لا أتمنى ذلك. النقطة الأساسية التي دائما يتحدث فيها، لا يزال المجلس الانتقالي يتحدث كأنه يريد أن يكون كيان مختلف عن الدولة. بمجرد توقيعه على اتفاق الرياض هو صار من المفترض أن يكون جزء من كيان الشرعية. الخطاب أنه يقول أنه ومنذ اللحظة الأولى يقول نحن سمحنا لرئيس الحكومة أن يعود، نحن سمحنا ل الوزراء إلى الآن لم يعودوا إلى مدينة عدن، المؤسسات الدولة ما زالت لم تشتغل بشكل كامل، رئيس الوزراء ليس لديه عصا سحرية يستطيع أن يحرك كل المؤسسات الخدمية والأمنية، هذه كلها نظام متكامل يجب أن يتم التعامل يعني مع كمنظومة كاملة. أنا أتمنى حقيقة أن لا يتم تعثر اتفاق الرياض، لأنه أي تعثر معناته أنه ستدخل عدن في لحظة اقتتال آخر، وستدخل مناطق الجنوب في لحظة اقتتال آخر، وهذا ما ينتظره الحوثي. الحوثي منتظر لهذه اللحظة بفارغ الصبر. إذن هل أخفقت اللجنة المشكلة برئاسة بن دغر التي يعني كانت اتفاق لتنفيذ اتفاق الرياض برأيك؟ أنا لا أعرف يعني إلى أي حد فعلت هذه اللجنة أساساً. يعني صح أنه هناك يعني محاولة جدية كانت من رئيس الوزراء السابق أحمد بن دغر لتفعيل مضامين الاتفاق، لكن لا أدري إلى أي حد حقيقة اللجنة هذه التي تم تشكيلها يعني تم تفعيلها. النقطة الأساسية التي يجب أن يعني يستوعبها الجميع، لا يمكن أن تكون هناك سلطة موازية لسلطة الدولة
بحيث أنهم تكون فقط لحظة اتفاق الرياض هي لحظة مرحلية، هي لحظة فقط نحن نستغل فيها الاتفاق بسبب الضغوط التي مورست على الجميع، ثم ننطلق إلى لحظة أخرى سوف ننقض فيها على الدولة. ما حصل في أغسطس يجب أن يدرك المجلس الانتقالي لا يمكن تكراره، ويجب عليهم أن يستوعبوا، هم إما أن يكونوا جزء من الشرعية أم هم كيان انقلابي مثلهم مثل جماعة الحوثي. نعم، إذا اسمح لي بالعودة للأستاذ ياسر. أستاذ ياسر، في حين كل طرف يتهم الآخر بالعرقلة، ما هي النتائج إذا ما أخفق هذا الاتفاق؟ شوفي، هو الاتفاق بينجح، وهناك إرادة وعزيمة أن الاتفاق يتم إنجاحه بالقوة، وهذا ما أكده قيادة التحالف العربي، والاتفاق يمشي باتجاه صحيح حتى الآن. العرقلة والاتهامات المتبادلة أمر طبيعي، لأن هناك بعض الأطراف لا تريد إنجاح الاتفاق إلا أهداف بقى الفوضى والفساد والمحسوبية، و يبقى الحوثي مسيطر، الشرعية مخترقة كثير من الجناحات التي تدعم الحوثي وتؤيده وتريد الحرب في اليمن تبقى مثل ما هي ونعيش حالة الحرب والناس. الانتقالي أكد على رغبته في إنهاء هذا الوضع قبل اتفاق الرياض، أكد المملكة العربية السعودية شراكة مع المملكة العربية السعودية، اليوم المملكة العربية السعودية هي متواجدة في عدن وهي في المرحلة الإمارات نفسها وجود في عدن، العذر الذي كان دائما ما يدوم مع الطبيب والمرضين انتهى، اليوم المملكة العربية السعودية لم تشرف على الاتفاق وهي مش تكبر الجميع على تنفيذ الاتفاق، الاتفاق لن يكون فك لاحد، فك مفتوح لاي حد، او ومن يسعى العرقل او يجر قضيه اليمني الى محور صراع قطري تركي الاماراتي السعودي اعتقد لم يكن في اليمن ويضر اليمن. اليوم نفتح صفحه جديده للتعاون جميعا لقتال الحوثي واعاده تطوير محافظات الهرات، تشكيل حكومه حرب قادره على حسم المعركه بالشمال وتطبيع محافظات الاوضاع في محافظات المحرره، وملك الجنوب والشمال للعدو في قادم الايام بعد ان كان الحوثي في الحوار الشامل، نحن هذا طرحناه كان منذ البدايه وسيظل هكذا. نعم، كلام جيد استاذ ياسر، لكن حقيقه يعني لم يعد الاتفاق في مساره المزمن، تاخذ كل نقطه وقت اطول مما تم الاتفاق عليه، ويعني ولا حتى تخرج الى نتيجه، يعني بهذا الشكل متى سيتم الاتفاق؟ دعيني اجيب لك على هذا النقطه. حتى قائد التحالف العربي في عدن اثناء اللقاء مؤكد ان موضوع تزميل النقاط كان من ضمن الاخطاء، لانه يعطي وقت قصير جدا في ضمن التعقيدات الحاصله. كان التزميل الذي عقد في اثناء توقيع الرياض كان يعني تزميل وقت قليل جدا والتعقيدات كبيره، وهناك عدم ثقه كثير من الاطراف في الساحه الداخليه، بالتالي هذا يحتاج الى كثير من الوقت لحل حالته. نامل من الاصوات المتشدده التي تريد ان تغرق في نقطه المطالبات تحديث الدفاع عن الوحده، وهي اكثر بعدا عن الوحده اليمنيه، ولا تريد الوحده اليمنيه ولكن لا اعداء مبطنه باسم الوحده، ان تتقي الناس الدماء التي تشارك اليوم. نحن نريد الحرب ان تتوقف، نريد الحرب ان تحسم عسكريا او تخلص سلميا، ولحل السلم والامان في المحافظات الجنوبيه والمحافظات الشماليه ايضا، وان نعود الى المواطن وهو يقول رايه في الوحده او في الانفصال او يعني في اي شيء يريده في الامر الاخير يعود المواطن، لكن في المرحله الحاليه نحن نتمنى ان تنتهي الحرب او السلم. المواطن يعني تعب من هذه الحرب. اليوم السعودي، الصرف السعودي اكثر من 175 في المحافظات المحرره، بينما الحوثي فتح حرب اقتصاديه جديده ويحافظ على سعر الصرف 150. اليوم التاجر في المحافظات المحرره لم يعد يستطيع يسوق من الخارج، وبات يتحكم بالتاجر الحوثي مصنعه، العمله اليوم بات يتحكم بها التاجر الحوثي مصنعه، بالتالي هناك اشكال كبير وحرب جديده قادمه عندنا في المحافظات المحرره، ان لم تتوحد كل القوى حاليا لمواجهه الحوثي، وذا حاله الفوضى الموجوده اليوم في الشرعيه. وهذا بالتأكيد ما نتمناه. شكرا جزيلا لك أستاذ ياسر اليافعي الصحفي، كنت معنا عبر الهاتف من عدن. إذا هل فعلا برأيك أستاذ عادل كان هناك خطأ في التزمين، خاصة مثلا مسألة الانسحابات، ربما يعني لم يكن هناك مسألة لم تكن موفقة إلى حد ما، الوقت قصير لتنفيذ هذه النقاط خاصة مع الظروف المعقدة أو الواقع المعقد عمليا؟ أقول لو سمحت لي في تعليق بسيط حول قضية النغمة التركية. هذا تركيا تركيا، أنا الآن موجود في تركيا، تمام، وأنا أنادي من وسط تركيا. خروج القوات التركية من اليمن، يا خلينا نعطل عقولنا ولو دقيقة مشان هذا القوم المغفلين، نخلي العقول على جنب، نعطيها أجازة وننزل لمستوى هؤلاء ونطالب الليلة بخروج القوات التركية. هل في قوات تركية في اليمن أصلا؟ هل في أي تدخل تركي في اليمن؟ ربما يشاهدون هؤلاء بامسي وترقوت، هذا لا مسلسل، هذا لا
انا اقول بامسي وترغوت يخرجوا من جزيره سقطرى، يخرجوا من الضبه الذي هم الاماراتيين، ما فيش اتراك في من الضبه ولا في اتراك في سقطرى ولا في اتراك في المخا ولا في اتراك في زغر. هي نغمه يعني يظنون بانهم يستفزوننا بها. خلاص احنا نتفق احنا يوم اليوم هذا يخرجوا الاماراتيين ويخرجوا الاتراك، لا عاد نشتي تركي ولا نشتي اماراتي. هل يمتلك الشجاعه ليقول هذا الكلام؟ هل احد منهم يمتلك الشجاعه ليقول للاماراتيين باحترام بس سلموا مصفات بلحاف من شان الشعب اليمني يستفيد من الغاز هذا وتعود للناس مرتباتها وتنخفض؟ نعم لو عدنا لنقطة المطارات، فالذي يرضي لنفسه أن يكون بندقية معطلة يا أختي الكريمة لن يرضى باتفاق الرياض ولا بمبادرة ولا لن يكون إلا معطل في كل المراحل. بالنسبة للتوقيت الزمني، الفارق بين عدن وأبين هي 55 دقيقة، مش 100 يوم. لو في أني صادق وجادة وقلوب صافية، هي 55 دقيقة هنا القوات انسحبت من أبين إلى عدن وحلت محلها قوات الامن وقوات النقده حسب ما ينص اتفاق الرياض. يلا ما عاد نريد حاجات خارج اتفاق الرياض. نص اتفاق الرياض على عوده القوات الامنيه المتمثله في الامن العام والنقده والقوات الخاصه والسلام محافظه ابين. والذي يقول هو قبل قليل يقول ابوه مشعل، مشعل موجود في شغره، مش موجود في ابين، ولم يدخل اداره الامن، ولا حتى بعض وسائل التواصل الاجتماعي رايتهم من الشباب يجيبوا فيديوهات لابو مشعل. ابو مشعل موجود في شغره، لم يسمح له بالدخول لابين، ولم يسمح للقوات الخاصة بالدخول إلى أبين ولا قوات النقدة. الذي مسيطر على أبين والذي مسيطر على عدن هي قوات الانتقال الإماراتي ولم تنسحب شبر. نعم، إذا أعود لك أستاذ برا. أستاذ برا، تقف الشرعية عاجزة أمام مراوغات الحوثيين في الاتفاقات والآن الانتقالي أيضا والإمارات، وتبدو أن يدها موثوقة تماما بالمزاج السعودي. هل تتوقع كل هذا سينتج شيء ذي جدوى لليمنيين؟ يعني مرة أخرى نحن لازلنا في حالة ترقب. الوضع العام طبعا في هناك احتقان كبير، ولكن هناك أصلا لا يوجد إلا مسارين. إما أن يمر المسار السياسي حسب اتفاق الرياض وحسب ما نص عليها الاتفاق، أو تدخل المناطق الجنوبية في اقتتال جديد. الاقتتال الجديد هذا لا يخدم لا الشرعية ولا الانتقالي ولا يخدم أحد. مثل ما ذكرت سابقا، هذه هي اللحظة التي تنتظرها جماعة الحوثي. القضية الإشكالية أن المجلس الانتقالي لم يعد في وادي أصلا موضوع انفصال. في اللحظة التي تدخلت فيها الإمارات، صارت الكثير من الأجهزة التابعة للمجلس الانتقالي يد بموضوع من أيادي الإمارات داخل اليمن. أنا بالنسبة لي أرفض أن يكون القرار اليمني مرهون بالقرار السعودي أو الإماراتي أو القطري أو أي دولة أخرى. المصلحة الأساسية التي يجب أن تجمعنا جميعا شمالا وجنوبا هي المصلحة الوطنية اليمنية. قضية الانفصال، نعم، الكلام الذي ذكره الأخ ياسر جميل جدا، باقي فقط التنفيذ. يعني لا يمكن فرض، يعني دعني أتوقف فقط عند نقطة. نعم، عند نقطة أنت ترفض أن يكون القرار اليمني بيد أي طرف خارجي، سواء السعودية أو الإمارات أو قطر أو تركيا أو أيا كان، وأنا أرفض ذلك والأستاذ عادل يرفض وكثير من الناس يرفضون، ولكن هناك من قبل أستاذ البراء، ربما هم من يتحكمون بالمشهد، سواء الشرعية سواء الحوثي سواء الانتقالي. كيف يمكن الخروج من هذه الدائرة الثلاثية؟ يعني الآن نحن في ظرف معين، يجب تمكين مؤسسات الدولة. الظرف الذي نحن نمر فيها الآن هي احنا بالتأكيد هناك مصالح تتقاطع، ولا يضر ان يكون لدينا تحالفات إقليمية مع المملكة العربية السعودية على رأسها وغيرها من الدول، ولكن ابدا لا تكون على حساب المصلحة الوطنية، لا تكون على حساب ان احنا لا نستطيع ان نعيد الآن حكومة الى داخل محافظة عدن، او انه حتى الأوراق المالية النقدية تقف في الميناء وتقوم مجموعات مسلحة بنهبها، وهي مفروض أنها مخصصة للبنك المركزي. كل هذه الممارسات هي ما تقوض مؤسسات الدولة. لا يمكن احنا نصيح من جهة نقول أين مؤسسات الدولة، أين هي الحكومة الشرعية، ومن ناحية أخرى ممارسات تقوض وجود الحكومة الشرعية ولا تسمح لها حتى بتقديم الخدمات الأساسية للمواطن. نعم، إذن الشرعية الآن
تقريبا مشلولة عسكريا وسياسيا، وعلى الأرض لا سلطة حقيقية لها بسبب أنها لم تمكن كما تحدث. لكن الأهم، كيف يمكن للبلد الخروج من حالة التي هذه أستاذ البراء؟ استمعنا الأستاذ ياسر ويقول بأنهم ماضون في تحقيق اتفاق الرياض وبأنهم يريدون ذلك، ولكن على الأرض حقيقة هناك الكثير من العراقيل لتنفيذ هذا الاتفاق. يعني نحن نتمنى ذلك، نحن نتمنى في الأخير، منذ البداية لم يكن أحد، لا أحد يريد أن، يعني البلد هذه لا يستطيع إلا أن يحكمها، أن يحكمها توافق يجمع الجميع. لا أحد يريد المجلس الانتقالي يكون خارج التمثيل، هو مكون فصيل موجود لديه يعني استحقاقاته أو طلباته، يطرحها بالطرق السياسية. الإشكالية هي فقط أنه عندما تتقاطع المصلحة الوطنية مع مصالح بعض الدول الإقليمية، يجب أن تقدم المصلحة الوطنية، هذا معروف في كل مكان. النقطة الأساسية وهو التحدي الكبير اللي أعتقد أنه قد تواجه الشرعية في حال ما فشل اتفاق الرياض، هو هل ستستطيع الطلب رسميا من الامارات بمغادره اليمن، وعدم الاكتفاء فقط بالبيانات التنديد او الشجب او الادانه. مره اخرى، لا زلنا نراهن ان اتفاق الرياض سينجح، لا زلنا نراهن انه سوف ينفذ وتختفي كل العراقيل التي وضعت امامه، ونراهن على الشخصيات الوطنيه التي تصدرت المشهد مثل الدكتور أحمد بن داغر وغيره من الشخصيات الوطنية. نعم، إذن أعود إليك أستاذ عادل. يعني نلاحظ أن من أغضب الرياض تمت إقالته فورا، من هدد كرسي هادي تمت إقالته، دون ذلك لا يثير سخط الشرعية للأسف الشديد، لا المجاعة ولا العبث الدائر بكثير من مؤسسات الدولة، ولا تهاوي هذه الشرعية، ولا دماء اليمنيين التي تسفك هنا وهناك في المعسكرات وفي كل مكان. يعني ربما أن مزاج أو أن اليمنيين أصبحوا أمام مزاج السفير السعودي، كيف يمكن لنا الخروج من هذه المتاهة برأيك؟ والله للأسف الشديد الأشقاء في السعودية أو الإمارات ما ندري إيش عقدة النقص هذا الذي عندهم، والذي أن يكملوها بالاستهزاء باليمنيين أو الانتقاص منا، أو حتى تصريحاتهم يعني واستفزازهم. يعني أنا أذكر محافظة شبوة مرة من المرات اتصل بها المندوب الإماراتي قال صدقت نفسك أنك محافظ؟ يعني بكل استخفاف، يعني لأن محافظ شبوة من رجال الممانعة، من رجال الصادقين الوطنيين. أو كلمة السفير السعودي عندما قال أخرجت علي محسن الأحمر نائب رئيس الجمهورية على أساس أنها زوجتي، يعني استخفاف واضح ناهيك عن العمالة اليمنية الموجودين في 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 السعوديه او في 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 دول الخليج، كيف يتم التعامل معهم، مع اننا في 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 بقعه جغرافيه واحده، ومع انهم يعلمون اننا نحن الاصل وهم الفرع، مع ان احنا لا نريد هذا الكلام، نحن اخوه، لكن التاريخ هو الذي يقول هذا وهم يعلمون هذا. يعني فلا داعي للصغير ان يستنقص الكبير. فللاسف الشديد هذا نغمه موجوده في 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 النخب في الساسه، وموجوده حتى في للاسف الشديد في كثير منهم. لكن اليمنيين يعني سيتقلبوا على جراحهم وسيضمدوا جراحهم مشكلتهم بإذن الله سبحانه وتعالى، وسيتجاوزوا هذه المصيبة وستنتصر اليمن بإذن الله سبحانه وتعالى. بإذن تعالى. شكرا جزيلا لك وما ضيفي العزيزين الأستاذ عادل حسن الناشط والحقوقي والسياسي، كنت معنا في هذه الحلقة من المساء اليمني، كما هو لك أستاذ براء شيبان المحلل السياسي، كنت معنا عبر سكايب من لندن، وهو لكم أيضا مشاهدينا الكرام. شكرا جزيلا لحسن متابعتكم، إلى أن ألتقيكم في مساء يمني جديد، كونوا برعاية الله وأمنه.